يلا السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح ناخذ محاضرة من محاضرات الجراحة. محاضرتنا يا طلاب لهذا اليوم بعنوان الـ Renal Cell Carcinoma. راح ناخذ يا طلاب أو بصورة عامة راح ناخذ الكيدني كانسر، أوكي؟ يعني محاضرة نوعا ما بها أي صعوبة، إن شاء الله راح تكون نوعا ما خفيفة لطيفة. بداية خلينا ناخذ overview عن الموضوع ونشوف شنو راح يحكي لي على الكيدني كانسر. أول إن شاء الله يا طلاب شو يقول؟ يقول according to the American Cancer Society an estimate، يعني يابا شافوا عدد الأشخاص اللي مصابين باليونايتد ستيت هم 58,240 شخص. زين، بينما الأشخاص اللي شخصوهم أوكي بالكيدني كانسر هم تقريبا 13,040 سهاي أوفكم من عنده. As well as all cancer، يعني يقول لك حال أنواع الكانسرات البقية اللي إحنا نعرفين. Early diagnosis of the kidney cancer، يعني أنت كل ما تشخص الكانسر مبكرا أوكي كل ما راح تلقى أنت improvement لهذا الشخص. يعني شخص إذا بلش عنده الكانسر وتلاحق نفسه من البداية وضع راح يصير تمام، أما إذا تأخر الكانسر يلا الشخص شوي هنا وضع راح يعني يصير مو كلش يعني يتراجع. زين، enhance for survival، يعني راح يحسن لك الحياة كل ما تكتشفه انت من وقت. على الرغم من انه البروغنوسيس يا طلاب يعني هذا التطور مالت هذا الكيدني كانسر، يعني يقول يا طلاب انه هو ممكن انه انت تشخصه الكيدني كانسر عادة وهو واصل مرحلة مسوي لك ميتاستاسيس. يعني عادة يجون الاشخاص اللي عندهم كيدني كانسر يجوك وهم واصلين مرحلة انه بلش السرطان ينتشر الى اكثر من مكان، يعني يروح لك مثلا بول لانج الى اخره. صراحه نشوف الاماكن اللي يروح لها. تمام، زين، يقول لك يابا لما انت علاجات جديده جاي يستخدموها وسووا انه بيشنت جاي يستجابون لها، هسه هذا كله تشيله وتشمره ما لك علاقه به. زين، عندك يا طلاب رينال سير كارسينوما. شوفوا طلاب رينال سير كارسينوما يقول لك من كل أنواع الكانسرات اللي يصيب الأشخاص البالغين، أوكي الرينال سيل كارسينوما يشغل لك تقريبا 2.8% من عندهم. تمام، زين، 85% من هذه النسبة يا طلاب هم برايمري مالجنانت رينال تيومر. يعني شنو برايمري؟ مثل ما نعرف احنا برايمري يعني الصوج بالكلية نفسها، ما جايك هذا الكانسر من غير مكان، لا هو منها وبيها. تمام زين، أكر موست يعني أكثر شيء شو وقت تصير بيا عمر؟ تصير لك بعمر الخمسينات بعمر الستينات. تمام وعادة تصيب لك الميل أكثر من الفيميل، بس مو هو يعني الريشيو بيناتهم 2:1، يعني كل 2 ميل تلقى واحدة فيميل مصابة. زين، وغمت يعني الميل اللي هم راح يكونون بلاك أوكي، يعني هذول يا طلاب راح يكونون هاي انسيدنت. تمام، فاذا هسه انت عندك هذين الثلاث معلومات تحفظ لي اياهم. اول شغله هو ايش قد يشغل لك النسبه مالت 2.8 من الادلت كانسر، 85% من عندهم هم برايمري مالجنت اوكي، ويصير لك هذا يا طلاب لما شخص عمره 50 او 60 سنه، والنسبه بين الميل والفيميل هم نسبتهم 2:1 اوكي، وعاده يصير لك بالاشخاص البلاك اكثر من الاشخاص الوايت، فتدخل ما بيها شيء. زين، يقول لك يا طلاب the cause of the renal adenocarcinoma is unknown، السبب انه ليش هو جاي يصير هذا الكانسر ما احنا ما جاي نعرفه. تمام، زين، هسه راح احكي لك على ريسك فاكتور مرتبطات. يعني هذني عاده هذني يا طلاب هذني هنا عباره عن ريسك فاكتور، انه شنو الاشياء اللي تزود فلان يصير عنده رينال كانسر اوكي. اول شغله السيجاره سموكر اللي هي مرتبطه لك بثلاث ارباع الكانسرات، يعني يا كانسر انت تقدر تكتب له السموكينج، لان هو السموكينج يا طلاب هو عاده ماده سامه، وانت لما تظل فتره كلش طويله تعرض جسمك الى مواد سامه اكيد الخلايا ما راح تبقى يعني العفو تنقسم بنفس الوضعيه مالتها. هو الكانسر شنو معناته؟ معناته خلايا جا تنقسم يعني متخبله عليها جا تنقسم هواي. تمام، زين، فانت لما انت يعني جاي سوش فيك انت جاي تدخن ماده سامه اوكي، فبالتالي انت جاي تحفز هاي الخلايا انه تتخبل، ومثل ما نقول انه ما تمشي لك بالمسار الصحيح اوكي. زين، هذا الفاكتور يا طلاب له علاقه كلش قوي بالرينال سيل كارسينوما.
والريسك مالته تقريبا انكريس تو فولد، يعني زايد الريسك مالته اكثر من غيره. اوكي، بعد يا طلاب الاشخاص طبعا لطبيعه الشغل مالتهم، يعني فرضا واحد يشتغل هو ب مثلا منطقه بيها اشعاع وكذا، واحنا نعرف الراديشن يا طلاب هو له اثر كلش قوي بالكانسر. اضافه الى يا طلاب الكروموسومات، يعني عندك خلل على مستوى الكروموسومات، هذا شيء بديهي يا طلاب، انه انت حتى لو ما تعرف يعني مثلا هذا الكانسر من ايش جاء وليش هيك صار، اوكي، او البري ديسبوزنج الى تطور هذا الكانسر، انت لازم تخلي بالك انه يابا هذا صارت حتى طفره بالكروموسومات مالته، تمام؟ يعني ابنورمال بالكروموسومات مالته. زين، يقول لك اني هذا الرينال سيل كارسينوما يا طلاب عندي بيها تو فورم اللي هن الانهيرتنت والسبوراتيك. شنو يعني انهيرتنت وشنو يعني سبوراتيك؟ شوفوا حبايبي، الانهيرتنت يعني معناته انت شيء اكتسبته من امك وابوك، تمام تمام. السبوراتيك والدور انت يعني بس ثواني اكتسبته من امك وابوك، وانت اصلا عندك همتين فصارت عندك هذا الميوتيشن بالكروموسوم مالتك. اوكي اوكي، السبوراتيك لا والله انت ما وارثه من امك وابوك، بس انت وحدك صارت عندك هذه الطفره وحده من الكروموسومات مالتك. يقول لك both sporadic and inherited are associated with the structural change of the chromosome 3B. هاي الساق الذراع القصيرة مالت الكروموسوم رقم 3 راح يصير بها mutation. اوكي اوكي، هسه هذا السلايد نرجع نحفظه سوية، ما بي ابد لا تعقيد ولا شيء، مجرد تعرف لي النسبه اللي هي 2.8 من الادلت كانسر 85% هم برايمري، يصير لك بعمر الخمسينات والستينات، والميل الى الفيميل هم اكثر نسبتهم 2 الى 1 ويصيروا لك بالبلاك. خلصت الادينوكارسينوما يا طلاب، ال يعني السبب الرئيسي مالتها ما معروف. اوكي، عندك بريديسبوزينج فاكتور لهذا الكانسر او عوامل تاثر لك عليه، اللي هنا مثلا عندك السموكينج، هذا يزيد لك النسبه بمقدار 2، يعني شخص تجيب لك شخصين انت، واحد يدخن وواحد ما يدخن، هذا اللي يدخن ممكن انه يصير عنده هذا الرينال سيل كارسينوما بمقدار 2 اكثر من الشخص اللي ما يدخن، تمام تمام. اضافه الى الاوكوبيشنال، المكان اللي يشتغل به، الكروموسومال، خلل بالكروموسومات. اوكي، عندك نوعين من الرينال سيل كارسينوما، اما رينال سيل كارسينوما انت عندك الخلل طفره بالكروموسومات ملاتك، او لا والله اكتسبتها من اهلك وصارت عندك هذه السالفه على مستوى كروموسوم، على الكروموسوم رقم 3 ذراع القصيره همات 3. اوكي زين، هسه راح ناخذ يا طلاب فالديزيز شو اسمه، اسمه فون هيبل ليندو ديزيز. هيبل شوفوها يعني هبه هيك، يعني هيك حضور عود عليه. اوكي، هذا يا طلاب هو فاميلي كانسر سيندروم، فاميليال كانسر سيندروم، يعني اني هذا يا طلاب شو راح يصير عندي؟ راح ياثر لك على الانديفيدوال اللي عندهم ميوتيشن بالكروموسوم رقم 3 بي. فانت لما يصير عندك ميوتيشن على الكروموسوم رقم 3، شوف طلاب انا بدي اقول لكم ان شاء الله، يعني يجوز انه انت عندك طفره على مستوى كروموسوم معين، اوكي، يؤدي لك الى اكثر من شغله، يؤدي لك شنو الى اكثر من شغله، يعني مو اني لما اقول لك عندك طفره على كروموسوم رقم 3 فانت هنا معناته انه يعني هذا شيء خاص بس بالرينال، لا لا، شوف انت الكروموسوم اصلا هو عنده ذراع قصيره وعنده ذراع طويله، هو من البدايه عنده اكثر من مكان، يجوز انت صارت لك الطفره على الذراع القصيره ادى لك الى شيء له علاقه بالرينال، بس يجوز اذا صار لك الذراع الطويله ادي لك الى شيء له علاقه يعني غير شغله، تمام؟ فاذا يا طلاب يقول لك هذا الفون هيبل ليندو ديزيز معناته عندك ميوتيشن بالكروموسوم رقم 3 بي. اوكي، راح يؤدي لك الى تيومر مالتيبل اورجان، يعني راح يخلي لك يطلع لك كانسر بكذا مكان، اللي هن مثلا شنو، عندك السربرا بالمخيخ، اوكي، الهيما انجيوما اللي هو مثلا بالوعاء الدموي، بالوعاء الدموي اللي صار لك بالروتينا بالعين، اوكي، اضافه الى الرينال سيل كارسينوما اللي احنا هسه ما حكينا، تمام حبايب؟ زين، هذا الفون هيبل ليندو ديزيز، ما بي شيء واضح يعني. الهيريديتري بابيلاري رينال سيل كارسينوما، شوفوا طلاب هنا اني الرينال سيل كارسينوما يا طلاب
هسه راح نجي احنا نقسمها كهيستولوجي، هذا التقسيم راح نجي نقسمها كهيستولوجي يعني على حسب الخلايا مالتها، راح نشوف انه انا عندي انا يعني اكثر من نوع من الخلايا اللي موجودت لي على مستوى الكدني. اوكي زين، فاني كل نوع من الخلايا راح يصير بيه كانسر، جيت تفهم شلون؟ فبالتالي مثلا لما يقول لك بابيلاري تختلف مثلا عن النيورو اندوكراين، تختلف لك عن الكولكتينج داكت. ليش؟ لان هي اصلا الرينال يا طلاب يعني بيها اكثر من تايب من التشو. اوكي فانت عليا فانت عفوا عليا خليه جات تشتغل. اوكي هسه انا اقول لكم يعني راح تتوضح اوضح، بس خلينا نقرا هذا السلايد. يقول لك الهيريديتري يعني متوارث، بابيلاري يعني على يعني حليني راح يكون هيجي، رينال سيل كارسينوما. هذا شنو هذا المرض يا طلاب؟ يقول لك كاركترستيك باي ذا مولتيبل، متعدد، باي لاترال اثنين، رينال تيومر اوكي وذ ذا بابيلاري هيستولوجيكال ابيرنت. يعني لما تيجي تشوفه انت بالهيستولوجي تاخذ من عنده بايوبسي وتروح تفحصه تحت المجهر راح تشوف مثل البابيلاري. اوكي زين، مولتيبل او باي لاترال. اوكي الأكوايرد سيستيك ديزيز أوف ذا كيدني يا طلاب، هذا شنو معناته؟ معناته هسه أنت مو عندك هاي الكيدني، مو عندك هاي الكيدني مالتك، راح يصير هنا كله دوائر، كله سيست، كله أكياس. أوكي؟ هذا أكوايرد سيستيك ديزيز أوف ذا كيدني. زين، هنا شو يقول لك يا طلاب؟ يقول لك well recognized entry multiple bilateral renal cystic، يعني معناته إنه أنت راح تشوف اوكي مولتيبل متعدده بايلاترال على الجهتين رينال سيست اكياس موجوده لك بالكدني. اوكي ان نيتيف كدني اوف ذا يوريميك بيشنت هاد، يعني شوف طلع يقول لك اذا الشخص ممكن انه يصير عنده هذا المرض اللي هو الاكوايرد سيستيك ديزيز، يعني الاكوايرد سيستيك ديزيز اذا صار لك بشخص عن هو يوريميك بيشنت. شو يعني يوريميك بيشنت؟ يوريميك بيشنت يعني معناته الكدني مالته هي اصلا عطلانه، هي بها خلل. اوكي هذا راح تكون نسبته 30 مره انه ممكن يتطور تتطور هذه الحاله او هذا المرض انه يصير عنده رينال سيل كارسينوما. اوكي مقارنه بالاشخاص البقيه العامين. زين زين، هسه اذا نريد نحكي على الباثولوجي يقول لك الرينال سيل كارسينوما يا طلاب اوريجينيت فروم ذا بروكسيمال رينال تيوبيول ابيثيليوم. زين خلينا نشوف هذا، بس ثواني هاي الصوره شوف حبالي هو ياي يعني. هذه التركيبة أو هذه الهيكلة أو structure مالت النفرون. أوكي هنا عندك هذا البروكسيمال تيوبيول، هذا البروكسيمال تيوبيول وهذا الجلوميرولس وهذا الديستال كونفرتينج وهذا الكولكتينج داكت. أوكي أو إلى آخره من هذني الأشياء، فهي تنتج لك هنا تطلع لك أوكي بالبروكسيمال رينال تيوبيول. أوكي أنت مو عندك ديستال وعندك بروكسيمال فهو يطلع لك بالبروكسيمال. اكر اكوال فريكوينت انت بوث كيدني، يعني هو هذا الرينال سيل كارسينوما يا طلاب ما له علاقه انه يطلع لك بالكيدني اليمنى او الكيدني اليسرى، لا يطلع لك بهن اثنيناتهم. مثلا لما كنا نحكي على البيو جي انا لما شرحت لكم اياه كنا نقول يطلع لك باليسرى اكثر. اوكي فهذا ما عنده هيك مفاضله. زين اوريجينيت ان ذا رينال كورتكس، يعني هو ممكن انه ينشأ لك يا طلاب بالرينال كورتكس، بالكورتكس. اوكي هاي الدائره مدى شوفوها هاي الكورتكس. اوكي هاي زين and tend to grow out into the perinephrotic tissue، يعني يطلع لك لي برا او على الخلايا اللي موجوده لك داخل الكليه. زين الرينال سيل كارسينوما يا طلاب ما عندها ترو كبسول but maybe have a pseudo كبسول، يعني هي يا طلاب لما تصير الكلية كلها بيها سرطان، أوكي؟ هنا الكبسولة الحقيقية مالت الكلية لما كان ما بيها أي تيومر راح تروح وتجي بمكانها يعني كبسولة جديدة، شو صح لها؟ صح لها سيدو كبسول، أوكي؟ هاي من الصفات المميزة مثلا اللي تعرف بها إنه هذا الشخص عنده تيومر أو لا، إنه الكبسولة مالته راح تتبدل، مو هي نفسيتها الكبسولة اللي احنا نعرفها، لا. حتجي وحده ثانيه. زين جروس لي لما تشوفه انت شوف عينك شلون راح يطلع
المظهر مالته راح تكون يلو تو اورنج، اوكي، بيكوز اوف اباندنت اوف ليبيد، لان راح يتسب لك هنا كميات هواي من الليبيد، اوكي، لان ما جاي تشتغل الكليه والكليه تعبانه وكذا، فلا راح اصفي لك ولا راح اسوي لك الوضعيه كلها، تمام؟ فتصير عندك هاي الحاله. فاذا هسه خلي نراجع السلايد شويه نشوف شو الاشياء اللي نحفظها. نحفظ يابا انا عندي فد مرض شو اسمه بون هيبل علي ليديو ديزيز، تمام؟ هذا يا طلاب شو راح يصير عندك تيومر بسبب طفره بالكروموسوم رقم 3، تيومر انذر يعني ابو هواي اورجانات سيربلام ريتينال مثلا هيمانجيوما رينال سيل كارسينوما. عندك مرض ثاني اللي هو الهيريديتري بابيلاري رينال سيل كارسينوما اللي هو مالتيبل بايلاترال رينال تيومر، اوكي، الشكل مالته بابيلاري من اسمه، هو شارح نفسه بنفسه، اوكي. وعندك بعد ثالث مرض يا طلاب، يعني هسه احنا نريد نأشر هسه هذا واحد، عندك هذا اثنين وعندك هذا ثلاثة. الاكوايرد سيستيك ديزيز اوف ذا كدني يا طلاب، هذا راح يكون ملتيبل هماتين بايلاترال رينال هنا سيست، اوكي، وقلنا انه هذا الشخص لما يكون عنده هذا المرض راح يكون مؤهل انه تصيبه الرينال سيل كارسينوما بمقدار 30 مرة اكثر من الشخص اللي هو ما عنده هذا المرض. وبالنسبة للباثولوجي مالته قلنا انه هو ينشأ لي بالرينال بروكسيمال رينال تيوبيول، اوكي، ويصيب لي الكليات اثنين، وممكن انه ينشأ لي من الكورتكس، اوكي، وهاي الكبسولات تتبدل وتصير مكانها سيدو كبسول. واذا نشوف اشوف عيننا ايش راح يظهر لونه، راح يظهر لونه اصفر الى برتقالي بسبب الابانتات او الليبت، اوكي. زين يقول لك هيستولوجي يا طلاب، هيستولوجيكال ميكسد ادينو كارسينوما كونتين، يعني اذا يا طلاب انت لما تجي تشوفه بالمختبرات هذا مو شغلنا، يعني ايش علينا احنا بقبل عندنا هستانا لو عندنا باثا هنا يا طلاب. يقول لك اذا تشوفه بالمختبر ايش راح تشوف؟ راح تشوف خلايا كلير واضحه جرانيول، اوكي، اوكوجينالي ساكروماتيك ابيرات اوف سيل، هاي الخلايا اعتقد هاي احنا كنا ماخذينها ما ادري باصرف يعني الانسجه هيك شيء، اوكي، هنا الخلايا واضحه كلير جرانيول، اوكي، او شنو بعد ساركومويد ابيرات سيل، تمام. مو فد معلومه هنا يا طلاب، هذه اريدكم شويه تنتبهون عليها. طلاب شوفوا اريدكم فد شغله، انواع الرينال سيل كارسينوما يعني او الكدني كانسر بصوره عامه، هن هواي كدني كانسر، هن هواي. مثلا عندك شنو؟ عندك مثلا رينال سيل كارسينوما بابيلاري رينال ادينوما كولكتينج داكت رينال ساركوما وولمز تيومر انجيو بابل اما هواي كلير سيل كومو شوفوا هذين كل الانواع. طبعا يعني هو مو مطلوب من عندنا احنا نحفظهن، بس اللي اريد اقوله انه انت عندك هواي انواع من الكانسر اللي يصير لك على مستوى الكدني، اوكي، فلا تنسى هاي المعلومه. زين هسه يقول لك اذا انت تجي على الرينال سيل كارسينوما هذا النوع المهم، لان هو يا طلاب هذا الرينال سيل كارسينوما يعني اكثر شيء يؤذينا وشائع مثلا عند الناس. هذا الرينال سيل كارسينوما يا طلاب اذا نجي نشوفه بالهيستولوجي ناخذه ونشوفه تحت الميكروسكوب ايش راح نشوف؟ راح نشوف عندنا هواي انواع من عنده. مثلا عندك الرينال سيل كارسينوما اللي يصيب اللي راح تكون به الخلايا كلير، اوكي، نصيح له كونفرجنال كلير كلير سيل، او مثلا الخلايا راح تكون على شكل بابيلاري او راح تكون على شكل الكروموفوبيا، اوكي، هسه راح اقول لكم هذا شنو معناه. زين الكروموفوبيا او مثلا الكروموفيليك او الكولكتينج داكت او النيورو اندوكراين او ان كلاسايد، شوف الطلاب هسه هذني يعني ترجمتهم واضحه، هذا كلير سيل خلايا واضحه، هذا خلايا شكلها بابيلاري، زين شنو كروموفيليك وشنو كروموفوبيا؟ شوفوا الكروموفيليك يا طلاب معناه الهرمون البرودكشن سيل فاوند ان ذا مدولاري ريجن اوف ذا ادرينال جلاند، اوكي، او الثانيه راح تكون هي هيستولوجيكال ستراكشر دزنت ستين ريدلي، يعني مثلا نقدر نقول انه وحده ستين ريدلي وحده ما ستين، يعني لما تجي تصبغها وحده راح تظهر لك طاخ لونها وحده ما يظهر لك لونها طاخ، فهو هذا الفرق يعني بينات، لا تدخل نفسكم بها، على الرغم من انه هذا الكروموفوبيك معناته انه هي يعني تنتج لك هرمونات وجايت لك من المدلة وكذا، هذا عرفك من عنده.
اوكي. فاذا يعني هسه لما يجيك يقول لك يابا انا عندك الرينال سيل كارسينوما، اجيت اخذتها تحت المجهر، شنو اللي راح تشوفه؟ شنو الانواع؟ تقدر تنطيني انواع؟ اقول له صار تدلل، اقول لك يابا كلير سيل، عندك بابيلاري، عندك الكروموفوبيا اللي تقبل ما تقبل الصبغ، عندك الكولكتنج، عندك النيورو اندوكراين، عندك الاني كلاسيفايد. اوكي اوكي زين. الباثوجينيسيس يا طلاب يقول لك هذا الرينال سيل كارسينوما ار فاسكولار تيومر، اوكي، تين تو بي سبريد، يعني هو الغبي او عيه دمويه وكذا اوريدي راح ينتشر، يعني ما يراد له شيء، ان غالبيه الكانسرات ذا ممكن هنا ينتشر. اوكي، فيقول لك اما دايركت انفيجن يعني مباشره. شوفوا طلاب، انا عندي طرق الانتشار للكانسر بصوره عامه، اذا نقدر نحكي بصوره عامه. اوكي، عندك اما دايركت اوكي او اما عن طريق البلاد او اما عن طريق اللنف. اوكي زين، فعندك الدايركت انفيجن ثرو ذا رينال كبسول، عن طريق الرينال كبسول، والدور يدخل لك على البيرينفريك فات اند ادجيسنت فيزيرال ستراكشر، ويروح لك على ستراكشرات، شو شنو الستراكشر موجود لك داخل مداير الكليه، ممكن انه يروح لك زين. او دايركت انفيجن ثرو ذا رينال فين، يعني عن طريق البلاد. تمام، هذا طرق الانتشار مالته. زين هسه نرجع هذا السلايد، شنو اللي عرفناه او شنو اللي نحفظه سويا هسه؟ هذا صراحه كل هواد هذا الذين كارسينوما، يعني كلير سيل وجرانيول سيل. يلا عم خلينا نحكيها، كلير سيل وجرانيول سيل والساركومويد سيل. زين هنا عندك هاي المهمه، انه هيستولوجي شلون احنا راح نقسمه؟ راح نقول والله انا شفت خلايا كلير، شفت خلايا نوعها بابيلاري، شفت كروموفوبي، شفنا كولكتنج، شفنا نيورو اندوكراين، شفنا انكلاسيفايد. ما يعني ما اقدر يعني انكلاسيفايد ما اقدر اصنفها وحده من ذني ما عداهن يعني. زين وقلنا رينال سيل كارسينوما هو فاسكولار تيومر فينتشر اما عن طريق دايركت انفيشن او عن طريق الرينال سيل. ها هي اوكي زين. هنا يا طلاب شو يقول لك؟ يقول لك تقريبا 25% من الاشخاص هم عندهم ديستيس ميتستسيس، يعني راح ينتشر هذا الكانسر، ما راح يضل قاعد بمكانه. وين يروح لك؟ يروح لك لللانج، يروح لك للليفر، يروح لك للبون، اوكي، يروح لك للابسيلاترال ادجيسنت ليف نود، ممكن ينتشر لك عن طريق الليف نود، يروح لك للليف نود، ويروح لك للادرينال جلاند اللي هي صايره فوقها، يروح لك للبرين، ممكن يروح لك الاوبوزيت كدني. شو الطلاب هذا مره سمعت مختصر ايش قالوا؟ قالوا عاده الديستنس او المسافه اللي ممكن انه احنا يعني الكانسر ممكن انه ينتشر لها. اوكي ما عليكم بهذا الصوت لانه ما ادري شو. المهم الاماكن اللي ممكن انه ينتشر لها كانسر يا طلاب اختصروها ب LLPB. شنو هذا LLPB؟ يقول لك ال يعني لانج، ال الثانيه يعني ليفر، اوكي، البي الاولى يعني بون، والبي الثانيه يعني برين. هذني اكثر المناطق اللي او غالبيه الاعضاء اللي يتم الانتشار اليها من قبل التيومر. اوكي، وتبعد زود اللي عندك هنا اللي هي شنو بقت لنا؟ بقت لنا الليمفاتيك نود والادرينال جلاند، وممكن تروح لك للاوبوزيت كدني. ها هي اوكي زين. هسه اذا نريد نقول اكو شيء مهم بالمحاضره فهو هذا، جدا مهم، ركزوا عليه زين وخلي نقراه ونحفظه وندرخه سويه. تمام، مهم يا طلاب. شوف يقول لك انت الالتيميت جول، الهدف النهائي من انه انت تسوي ستيجنج. شنو يعني ستيجنج يا طلاب؟ يعني تشوف هذا التيومر واصل لك ليا مرحله. ليش؟ يقول لك الهدف النهائي من انت جاي تسوي ستيجنج حتى تختار ابروبر ثيرابي، حتى تختار علاج مناسب. تمام، وتاخذ معلومات كافيه عن البروجنوسيس مالت هذا المرض، وين واصل، وين متطور، رايح لك الغير مكان، قاعد وساكت بمكانه، جاي يريد ينتشر، شنو وضعه. اوكي زين، شو راح تسوي له عاده يا طلاب؟ هسه اي شخص يجيك تريد تفحصه، يعني تاخذ منه هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، سوي له CBP، سيرم، يعني مستويات الرينال والهيباتيك فانكشن، هذا مالت الكرياتينين واليوريك وهذا السوالف، تشيست اكس راي، سي تي، ممكن هماتين تسوي له، ممكن تسوي له سي تي للابدومين والبلفيك، او راديو نيوكليتيد، هذا اللي يطلع لك هيك، يطلع لك جسم الانسان بمثل الذرات يعني او النقاط الصغيره اذا كانت موجوده بها تيومر. هسه هذه اشياء احنا نعرفها زين. هسه تي اكس والتي زيرو عفكم من عندها هسه لهنا، خلي نقرا السلايد اللي بعده وارجع لكم عليها. يعني هسه او بصوره عامه تي اكس قصده البرايمري تيومر كان نوت بي اسيست،
يعني ما تقدر انت تقيمه. وهنا التي زيرو اللي هو نو ايفيدنس اوف ذا برايمري تيومر، اصلا ما عندك انت برايمري تيومر، تمام؟ اوفكم من عند هذا مو مهم. تعالوا نحن عندهم البرايمري تيومر يا طلاب، خلي نقسمه شغله شغله على كيف نوع وحده وحده. عاده يا طلاب اني الستيجنج بصوره عامه اي ما كان نوع الكانسر، عندي بي تي ان ان، التي معناته سايز، راح نشوف السايز مال هذا التيومر، الان راح نشوف شنو الليمف نود، اوكي، الام هذا نشوف الميتاستاسيس، اوكي. زين فهسه تعالوا لنا اول شغله، راح ناخذ التي، راح ناخذ شنو التي. زين يقول لك يا طلاب انت عندك شنو جاي تغير لون، تمام؟ شوف حوالي عندك انت تي 1 اوكي، عندك شنو تي 1 وعندك تي 2 وعندك تي 3 اوكي وعندك تي 4. هسه شوي شوي نحفظها سويه، تمام؟ زين يقول لك تي 1 معناته انت هنا التيومر واصل لك مرحله 7 سنتيم، وهذا التي 1 يا طلاب عندك بي اي وبي، تمام؟ زين التي 2 معناته التيومر واصل لك اكثر من 7، اوكي زين، وعندك همتين بي اي وبي. التي 3 معناته هنا لا والله مو يعني التيومر يا طلاب لما يوصل لك اكثر من 7 مثلا 10 او اكثر، هنا كانه يريد يطق التيومر، وين يروح بعد؟ يعني قابل هي الكدني ايش كبرها، اوكي. فهنا لا راح يروح لك الى الميجر فيزل الموجوده، يعني هنا راح يروح لك الى الفيزل، اوكي، يعني قصده طلاب يعني قصده يروح لك الى الفيزل، مو قصده الميتاستاسيس. احنا الميتاستاسيس راح نحكي عليها فد شويه اللي جوه، لا، وانما هنا قصده على كبر حجمه قد ما كبير، اوكي. زين همتين هنا عندك بي اي وبي وسي، اوكي، او عندك تي 4 اللي الكورات افيشن هسه راح نحكي عليها فد شوي، اوكي. وعندك يا طلاب بالنسبه للليف نود وبالنسبه للميتاستاسيس، هسه خل نخلص هاي ونرجع عليها. قلنا اني هسه البرايمري تيومر اذا نريد نحكي على التي اللي هو السايز، ايش عندنا؟ عندنا رقم 1 و2 و3 و4، خوش حكي. الواحد عندنا اي وعندنا بي، الاثنين عندنا اي وعندنا بي، الثلاثه عندنا اي وبي وسي، والاربعه ما عندنا بها شيء، اوكي؟ اوكي، هذا اشياء اساسيه خلينا نحفظها سويه. زين تعالوا على تي 1. يقول لك يا طلاب التيومر هو اما 7 سنتيم او اقل من عنده، تمام؟ تمام. اذا اكثر او العفو اذا يعني مثلا شلون نقول اذا اقل من 4، اوكي؟ اذا اقل من 4 سنتيم هذا تصيح لاي. اذا اكثر من 4 سنتيم صيح لبي. اوكي؟ المهم يعني انت شو يقول لك؟ يقول لك انت عندك من رقم 1 الى رقم 7. هذا التي 1 عبر لك 7، هنا انت دخلت بالتي 2 ما له علاقه بالتي 1، تمام. زين نيجي على رقم 4 اللي هو منصف يعني تقريبا، يقول لك اذا اصغر من 4 هذا صيح للتي 1 اي، تي 1 اي، اذا اكثر من 4 تي 1 بي، هو سهل ما بي شيء، اوكي. زين تعالوا على التي 2. التي 2 يا طلاب هنا شو يقول لك؟ يقول لك التيومر اكثر من 7، اوكي. زين اذا شو يقول لك؟ يقول لك اذا هو يا طلاب مثلا 7 8 9 لحد 10، اقل من 10، اوكي، هذا شو يصيح له 2A. اذا لا والله اكثر من 10، اكثر من 10 عبر لك 10 11 12، اوكي، هنا انت هنا يصيح له 2B. فاذا نرجع التي 1 شو معناته؟ معناته اقل من 7، عندنا البوردر لاين يعني نقدر نقول عليه من هو؟ هو الفور رقم 4، أقل من 4 1A، أكثر من 4 1B. التي 2 هنا يا طلاب من المفترض أن يكون أكثر من 7، إذا مثلا 7 8 9 10 لحد 10 أقل من 10 هنا تصيح له شنو؟ 2A. إذا لا والله أكثر من 10 2B، تمام؟ تمام. زين اللي 3 شوية أريدكم تصفنون وياي، تمام؟ شوف انتبه لي، يقول لك اللي 3 يا طلاب عندك هماتين A و B و C. التي 3 هو بصورة عامة شو معناته؟ معناته التيومر اكستند انتو ذا ميجر فين، راح لك الى الفينات الكبار، تمام؟
برينفروتيك تيشو but not into the adrenal gland. ما وصل لك للادرينال جلاند ولا وصل لك على الجيراتو فيشيا. الجيراتو فيشيا يا طلاب اللي هي عبارة عن فيشيا تغطي لك الكدني والادرينال جلاند وتفصلها عن الادجيسنت اورجان. اوكي تغطي لك اياه وتفصل لك عن الاعضاء الاخرى. زين يعني يقول لك هو راح لك للميجر فيزل بس لا وصل لك للادرينال جلاند ولا وصل لك على الجيراتو فيشيا. تمام تمام. يقول لك الى 3A انت تريد تحكي عليه معناته انه هو راح لك للرينال فين اوكي او للبرانشات او للبري رينال ساينس فات اوكي او الفات اللي موجود لك هناك بس هو ما وصل لك للجيرات فيش. احنا قلناها فوق ما يوصل لك للجيرات فيش. خوش حكي. تمام. ال 3B يقول لك هذا راح يروح لك للفينا كافا اوكي اللي هو الانفيرير طبعا فينا كافا تمام بس ما يوصل لك للدايفرام جوا الدايفرام. ال3C لا والله يروح لك الفيرير فينا كافا فوق الدايفرام يوصل لك. يعني يعبر يا طلاب احنا مو نعرف ان الفيرير فينا كافا يجيك من جوا وهذا الدايفرام حتى يروح ويصب لك يتحد هو والسوبرير فينا كافا ويصب لك بالرايت اتريوم. هذا الشيء احنا مو نعرفه اوكي. فهذا الدايفرام موجود هنا اذا جوا الدايفرام يعني لهنا وصل لك التيومر. يعني هذا الفيرير فينا كافا وهذا خلينا نتخيله التيومر اذا وهذا الدايفرام اوكي هذا الدايفرام اذا هنا بهاي المنطقه جوه اوكي شو يصير له يصير له بي تي 3 بي اذا لا والله عبر لك لهنا مو هذا الفيرير فينا كافا لهنا عبر لك فوق الدايفرام هنا يصير له انت 3C. تمام تمام بس هالحكي كله شنو انه هو ما راح لك للجيروت في اشياء ولا راح لك للادرينال جلاند. هاي اريدك تخلي لي اياها ببالك اوكي. التي 4 يا طلاب يقول لك هنا التيومر انفيتد بيوند الجيروت فيشيا هنا لا والله راح لك للجيروت فيشيا وراح لك للادرينال جلاند. فاضت خس خو سهله ما بيها شيء. التي 3 نرجع لها شيء يقول لك راح لك للميجر فين تمام بس لا وصل لك للادرينال جلاند ولا وصل لك للجيروت فيشيا. تمام. ال 3A راح لك للرينال فين وراح لك بالتشو اللي صار جاي داير مدايره والفات وهذا السوالف. ال 3B راح لك للفينا كافا بس جوا الدايفرام. ال 3C لا راح لك للفينا كافا فوق الدايفرام. ال 4 هذا هنا راح لك للجيروت فيشيا والادرينال جلاند. خصائص سهلات ان شاء الله. تمام مو مال عيد بعد لان خاف يطول الفيديو اكثر. الريجنال ليمف نود يا طلاب يقول لك هنا راح نشوف الليمف نود متضمنه يعني واصل لها تيومر لو ما واصل لها. يقول لك الان زيرو معناته انه ريجنال ليمف نود ميتاستاسيس ما رايح لها. الان 1 معناته الميتاستاسيس واصل لك للليمف نود. هاي ما بيها شيء. زين الميتاستاسيس يعني راح لك اكثر من عضو مثلا الاعضاء اللي كناها ال بي بي اوكي. الان زيرو هذا ما رايح لك لاي منطقه. الأمور يعني رايح لك المنطقة. إذا لما يروح لك للليف نود تطي نقط يعني تصيح له 1 ما يروح لك تصيح له 0 يروح لك another يعني organ يعني ميتاستاسيس هذا تطي رقم 1 ما راح لك تطي رقم 0. تمام جدا واضح جدا يعني ما في شيء. وهذا الأناتوميكال ستيجين وبروكنوسيس جروب احنا قلنا هذا هو الستيجات 1. يقول لك الستيج 1 مثلا وعندك ستيج 2 وعندك ستيج 3 وعندك ستيج 4 اربع ستيجات. الستيج 1 هنا عندك تي 1 يتضمن لك بس ولا عندك لنف نود ولا عندك ميتاستاسيس. الستيج 2 معناته تي 2 اوكي اللي هو تي 2 شنو كان اكثر من التي 2 اللي هو اكثر من 10 اوكي. وهنا هماتين لا عندك انتشار ولا عندك لنف نود. التي 3 هنا عندك 1 أو 2 وياهن شنو وياهن شنو وياهن لف نود. تمام بس هماتين ما عندك ميتاستاسيس أو لا والله عندك ال 3 بس مثلا وياها لف نود أو ما وياها لف نود وهماتين ما عندك ميتاستاسيس. وال 4 يا طلاب هنا عندك ال T 4 أو any T بس هنا عندك ميتاستاسيس وعندك لف نود. يعني هسه إذا أريد نحفظها هنا هذا المخطط أحفظها أنا وياكم. شوف شو راح أقول لكم انتبهوا وياي انتبهوا وياي طلاب. أنا عندي أربع ستيجات وعندي أربع تيات. تمام؟ أربع ستيجات وأربع تيات. كل ستيج حط لك باله رقم. هسه هذا مو ستيج 1 يعني تي 1. تي 1. ستيج 2 تي 2. ستيج 3 تي 3. هسه بعدين نجي على هذا الشوارع. تي 3. ستيج 4 تي 4. أوكي؟ أوكي. الأول لا عنده ميتاستاسيس ولا عنده لف نود. والأخير عنده ميتاستاسيس وعنده لف نود. بقلل لي بالنص.
بالنص. الثاني همتين لا عنده ميتاستاسيس ولا عنده لف نود، اوكي؟ يعني اول اثنين لا ميتاستاسيس ولا لف نود، اخر الاخيره عندها ميتاستاسيس وعندها لف نود. بقت لنا هاي الوسط شويه، هي هاي حاله استثنائيه. يقول لك يابا اذا 1 و2 وعندك لنف نود وما عندك ميتاستاسيس، او لا والله 3 وعندك لنف نود او ما عندك لنف نود ما عندك ميتاستاسيس، بس هاي نحفظها. اما البقيه فيعني هي بالمقارنه. تمام يعني؟ ان شاء الله كلنا واضحه. زين، يكون التيومر جرايدنج يا طلاب. فد واحد اسمه فورمان على اساس يعني انطى جرايدات. هو هذا الشخص become commonly used in the pathologist most affected and predictable metastasis. اعتمدوا على النيوكليار سايز، واعتمدوا على الريجولاريتي، واعتمدوا على النيوكليار بروميننت، وقسموه عادة قسما الى 4 اقسام. هذني الجرايدات 1 2 3 4. يعني مفتش معلومة. سهنا المعلومات المهمة والحلوة واللي لازم نخليها ببالنا يا طلاب. عندك الكلينيكال فايندينج، اول شغله راح نيجي نحكي على السيمتوم والساين. انتبه لي، هو بعد عنده يعني كانسر بالكدني شي يجيك، يعني اول شغله هي ماتيوريا، هاي جدا مهمه ما يصير تنسى لنا اياها. اوكي، فلانك بين، الم بالخاصره، بالببل ماس خصوصا اذا كانت كبيره وواصله للستيجات هواي. اوكي، قبل شوي لما نطينا الستيجات احنا يقول لك تقريبا 7 إلى 10% من الأشخاص هذول معناته عندهم advanced disease. يعني لما واحد يجيك ماتيوري قابل هو بأول جريد أو أول ستيج، لا طبعا هذا متطور عند المرض. زين، يقول لك يصير عنده ماتيوريا، ديسنيا، كوف، بوينت بين، هذا التيبيكال سيمتوم تلقاهن بالسكندري تو ذا ميتاستاسيس. زين ليش؟ انا اقول لك، لان احنا قبل شويه قلنا انه هو ينتشر للبون، فيصير عندك بون بين اذا انتشر، اي يروح لك لللانج يسوي لك كاف، تمام، يسوي لك ديزني. هذا اللي تيبيكال يعني عاده انه هنا الاشياء المثاليه، تمام. او ممكن يكون اسيمتوماتيك رينال تيومر. هذا يا طلاب اسيمتوماتيك لما هو يعني ما يطلع لك اي اعراض، اللي انت تكتشفه انسيدنتالي، يعني هيك صدفة تكتشفه. تقريبا 50% من الحالات احنا نكتشفها صدفة، لان هن يكونن اسيمتوماتيك ما بهن اي عرض. يعني المريض ما يجيك مختنق او يجيك عنده هيماتيورا او كذا وانت على اساس تسوي له هذا اني سي تو ام ار اي ما اعرف شنو هاي سوالف وتكتشف التيومر، لا يجيك اصلا ما يجيك، هو كل شيء ما عنده، انه واجهك على شغله ثانيه وانت صدفة تكتشفه. اوكي، زين. عندنا يا طلاب هسه بعد فد شغله سيندروم مهمة اللي اسمها البارانيوبلاستيك سيندروم. البارانيوبلاستيك سيندروم يا طلاب هذه شنو معناتها؟ بارانيوبلاستيك، شوف انتبه وياي خلينا نقرا هذا. يقول لك هي رير كونديشن ذات كان اكر ان لوجست كارسينويز تيومر، يعني تجيك ويا التيومر، يعني لما الشخص يصير عنده تيومر تصير عنده هاي المتلازمه. اوكي، شنو معناها؟ معناها ان التيومر ريليز سبستين ذات اسكس يور بودي اورجان اند بودي سيستم تو هاف اب نورمال، يعني راح تقوم تطلع لك مواد تخلي جسمك بصوره عامه والسيستم مال جسمك ينضرب كله اب نورمال، تمام؟ زين، يعني شنو؟ يعني البادي راح يبلش ان هو يعني destroy the tumor can causes، يعني ممكن يسوي لك دمج للهيلثي تشو. اوكي، فاذا انا شنو عندي؟ عندي فت سندروم، شو اسمها؟ اسمها بارانيوبلاستيك. شنو معناها هاي بارانيوبلاستيك؟ تجيك لما يكون انت عندك تيومر. شنو معناته؟ معناته ان هي راح تطلع لك مواد، هذه المواد بيكون تاثيرها سلبي على الجسم. اوكي، زين، ان شاء الله يا طلاب من المواد اللي راح تطلعهن اللي هو الاريثروسايتوسيس. طلاب انا اعرف بانه الاريثروسايتوسيس يعني ترك ريال الدم حمراء هواي. اوكي، زين، صبر، خلينا نتفاهم هسه على فت فقره. كريات الدم الحمراء شلون يعني شنو اللي يعني اللي يخليها تنتج او تحفز؟ مثلا انت لما يصير عندك هاي، احنا اخذناها مثلا ما يصير عندك هايبوكسيا. اوكي، صار عندك هايبوكسيا يا طلاب، انخفضت يعني هايبوكسيا، انت بعد ما تقدر تتنفس. زين، هو شنو اللي يخليك تتنفس؟ اللي هي كريات الدم الحمراء، كل كريات الدم الحمراء تشيل لك 4 ذرات اكسجين. اوكي، اوكي، زين، لما انت ما تختنق وكذا معناته كريات الدم الحمراء ما جاي تشيل لك اكسجين كافي. زين، ليش؟ لان هن عددهم قليل. اوكي، اوكي، بهاي الحاله ايش راح يصير؟ عندك فد ماده اسمها الاريثروبويتين تنتج لك من الكلى،
هاي راح تتحسس لهذه الهايبوكسيا اللي جاي يصير، فتقوم تدز رساله للبون مارو وتقول له يا بي البون مارو اشتغل لي وطلع لي اريثروسايت، لان هنا اني عندي كريات دم حمراء عددها قليل، اوكي؟ هاي حاله طبيعيه، هذا الشيء طبيعي، بس كل شيء يزيد عن حتى ينقلب ضده، احنا جاي نقول اريثروسايتوسس جاي تزيد اكثر من اللازم، زين هي اصلا الاريثروسايت ايش وقت تنتج؟ تنتج لما يطلع لي الاريثروبوتين، يعني بما معناته انه انا الاريثروبوتين هنا عندي هواي، زين منو اللي جاي يطلع على الاريثروبوتين؟ التيومر اللي بالكدني، لان احنا لو نطلع على الكدني هي خوش ادميه وطلع لي اريثروبوتين بحدود المعقول، اوكي؟ بس لما يصير فيها تيومر تكون تطلع لك اريثروبوتين هواي، فبالتالي الاريثروسايت يزيد عددهم. فهمت لي هاي الفقرة؟ زين. الشغله الثانية اللي هو الهايبركاليميا، اوكي هايبركاليميا. زين يصير لك تقريبا 20% بسبب انه الباراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد ميميك تو ذا فانكشن اوف ذا باراثايرويد هرمون او هرمونال فاكتور سيتشاز هسه عوفك من هاي. شوف يقول لك صار عندك مستوى الكالسيوم جسمك هو تقريبا 20% من الاشخاص. زين ليش؟ لان انت راح يطلع لك هرمون يشبه لك ميميك، شوف يحاكي او يشبه لك الباراثايرويد هرمون. هذا الباراثايرويد هرمون بس ما نصح له باراثايرويد هرمون، لا نصح له باراثايرويد ريليتد بيبتايد، اوكي؟ زين باراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد، هذا ايش؟ هو الباراثايرويد بطبيعه الحال شو يسوي لك؟ يزيد لك مستوى الكالسيوم، اوكي؟ اوكي. هنا لما يطلع لك هذا الباراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد راح يزيد لك مستوى الكالسيوم اكثر من اللازم. تمام؟ بس هو ما جاي يطلع لك من الباراثايرويد جلاند، جاي يطلع لك من اماكن اخرى، اوكي؟ ويحاكي لك نفس الفانكشن او الوظيفه مالت الباراثايرويد هرمون، اوكي؟ او مثلا عندك الاوستيوغلاس اكتيفيتد فاكتور، انت تعرف بانه اكو اوستيوبلاست واوستيوغلاست كذا. فهو هذا الباراثايرويد هرمون يطلع بطبيعه الحال شو يروح؟ يروح يحفز لك الاوستيوغلاست اللي هي تكسر البون وتقول له يابا طلعي لي الكالسيوم، فبالتالي يرتفع مستوى الكالسيوم. تمام؟ زين واضحه ان شاء الله. النقطه اللي بعد هي يا طلاب اللي هو الهايبرتنشن. الهايبرتنشن تقريبا 40% من الاشخاص يجون عندك هايبرتنشن بسبب شنو؟ بسبب افراز الرنين. احنا نعرف يا طلاب من اهم الميكانيزم اللي تفيدك بانخفاض الضغط لما انت ضغطك منخفض شنو انه يعني لما انت ضغطك انخفض تتفعل لك شغلتين، سمباثيتك سيستم والرنين انجيوتنسين الدسترون سيستم، اوكي؟ اوكي زين عوفك من السمباثيتك. هسه احنا جاي نحكي على الرنين لان هو شيء يخص الكليه واحنا جايين نسولف على الكليه. فيقول لك يابا انت راح يصير عندك هايبرتنشن ليش؟ لان انت بالحاله الطبيعيه لما ينخفض الضغط يطلع لك الرنين، اوكي؟ اوكي زين انت هنا بدون ما ينخفض الضغط راح يطلع لك رنين هو، زين هي طلعت الرنين بحد ذاته شنو معناته؟ معناته انت راح يرتفع الضغط، ليش؟ لان هو يسوي لك فازو كونستركشن ويسوي لك ريتينيشن يعني ابسوربشن للووتر والصوديوم، طبعا مو هو الرنين يعني الرنين انجيوتنسين والدسترون سيستم على سيستم طوله. اوكي يقول لك 40% من الاشخاص يا طلاب هذول ديو تو ذا رنين برودكشن فروم ذا نيو بلازم. من التيومر اللي موجود بالكبد راح يطلع لك هذا الرنين. زين هايبرتنشن اسوشيتد وذ رينال سيل كارسينوما عاده هي ما تستجاب لاي يعني ادويه الضغط اللي احنا نعرفها المتعارف عليها كلها ما راح تستجاب لها. زين ساتسفار سيندروم، هذا الساتسفار سيندروم يا طلاب شنو معناته؟ هذا فد سيندروم موجود لك بالكبد، خلينا نفتهم السالفه مالتها سويه. يقول لك ريفرسبل هيباتيك ديسفانكشن، ريفرسبل يعني يرجع ينعكس. مش وقت يرجع ينعكس لما انت ما عندك هيباتيك ميتاستاسيس. طلع احنا مو قلنا بانه هو يقدر ينتشر لك ال بي بي هذا الكانسر، اوكي؟ اذا وصل لك للكبد ايش راح يسوي لك يا طلاب؟ هذا الكانسر من الكليه وصل لك للكبد ايش راح يسوي لك؟ الفانكشن مالت الكبد راح تخرب، فبالتالي ايش راح يصير له؟ راح يصير له ستاسفور سيندروم. فبالتالي يقول لك هو ريفرسبل هيباتيك ديسفانكشن، هو هيباتيك ديسفانكشن بس ريفرسبل نقدر نعكسه شو وقت لما انت ما عندك هيباتيك ميتاستاسيس، اوكي؟ يصير لك 3% من الاشخاص هذول راح يصير عندهم الرينال سيل كارسينوما ديو تو ذا اوفر برودكشن اوف ذا جرانيولوسايت، يعني راح تطلع لك خلايا جرانيولوسايت مايكروفاج كولوني ستيميليشن باي ذا تيومر تين تو ريسولف افتر ذا نيفروكتومي، يعني انت لما تشيله هذا التيومر من النفرون ممكن يعني شوف طلع انت ما دام عندك هذا
طبعا هي حالة رير، يعني يصير لك بس 3% من الأشخاص. مدام أنت عندك تيومر بالكدني، أوكي، شو راح يصير لك؟ راح ينضرب لك الكبد. الكبد شو يصير بي؟ يصير بي خلايا الجرانيولوسايد، هذا راح يصير بيها أوفر بروتكشن جرانيولوسايد والمايكروفاج. أوكي، صار عندي هواي على مستوى الكبد. وما أنت إجيت واستأصلت هذا التيومر من الكلية، هي يعني ريسولف وحلها راح تنحل وترجع الأمور طبيعية ويرجع الكبد يشتغل لك طبيعي. فهمت لي السالفة؟ أوكي. بالنسبة للاب فايندينج، شو الأشياء اللي راح تلقاها؟ أول شغلة يا طلاب راح تلقى عندك أنيميا نورمو كروميك، أوكي، تقريبا 30% من الأشخاص هذولا mostly due to the chronic disease. يعني طلاب هو عادة الأنيميا يعني تصير لك، يعني هو ما مو specific ويا فد مرض معين بس ويا هذا المرض، لا غالبية الأمراض، لأن واحد بعد يعني هو أبو الكانسر لا يقدر يأكل، شهيته يفقدها، وزنه يفقده. إحنا عادة من أهم الأمور اللي نعرفها على الكانسر إنه يفقد وزن، أوكي، من ده فقد وزن يعني عنده يعني ما يراد لها شيء. 30% من الأشخاص. زين كروز أو مايكروسكوبيكال هيماتيورو، قلناها هاي من أهم الأشياء اللي مستحيل إنك تنسى ليها، ما يصير تنساها، هاي 60% من الأشخاص. أوكي، ويقول لك الاستيمينيشن سيدمنتيشن ريت، هذا مالت العفو الريتروسايت سيدمنتيشن ريت، هذا راح يزيد لك بنسبة 75% من الكيسات. هذا بالنسبة لللاب فايندينج، يعني هذا السي هيك حلو مرتب مشكلهم. يقول لك انيميا، ويقول لك هيماتيوريا، الانيميا نسبتها لقيت 30%، هيماتيوريا نسبتها لقيت زيدها 30-60%، وزيد هاي 15 لقيت الاي اس ار مالت ال يعني 75%. زين بعد عندك شنو؟ الالترا ساوند يا طلاب، الترا ساوند جراف، يقول لك وان انفيزيف، مو تداخلي، لا يعني لا راح اشيك بطه ولا راح اسوي له شيء، ان اكسبنسيف، رخيص. 90% من الحالات انت يفيدك يا طلاب حتى تفرق هذا سمبل سيست لو سوليد. يعني مرات يا طلاب عاده انه انت يصير عندك مجرد سيست، هذا اللي حكيناه. شوف انتبهوا وياي، خلينا نرجع تتذكر لي هذا وينه هذا الأكوايرد سيستيك ديزيز، تذكره قلنا ممكن إنه يصير لك بعدين، يعني هو يعني إذا صار لك ممكن إنه يؤدي إلى كانسر 30 ضعف من الأشخاص اللي ما عندهم. أوكي، فيقول لك بالألتراساوند يا طلاب راح تكتشف إنه هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن هو سيست لو لا والله سولت ديجين، يعني معناته تحول إلى كانسر. أوكي، زين بالنسبة للسي تي سكان، سي تي سكان عادة يا طلاب هو هاي احنا معلومات نعرفها، هو مور سنسيتيف ذان ذا الترا ساوند، اكيد اكيد يعني منتهين من عندها، يفيدك اكثر. زين يعني لان هو عادة يا طلاب بالسي تي حتى الحدود تقدر تشوفها، هيك يحدد لك اياها يعني للتيومر اذا كان موجود. يقول لك الماس بيكم انهانس وذ ذا يوز اوف ذا كونتراست ميديا، ممكن بالسي تي يا طلاب نستخدم الكونتراست ميديا، هذا الصبغة اللي نحقنها شوي يطلع لك اللون اوضح. اوكي، يعني هاي راح تسوي لك انهانس لهذا الماس. تمام، method of the choice staging by the visualizing of the renal helium perinephrotic renal vein inferior vena cava adrenal regional lymph node and adjacent organ. جدا واضح شو يقول لك، يقول لك انت لما تريد تسوي staging، فاذا هاي تخليها ببالك، يجيك ام سي كيو يقول لك يابا which of the following that is useful in the staging of the renal cancer مثلا او كدني كانسر، يقول لك منو من هذني الاشياء، يعدد لك الترا ساوند سي تي ان جي او ما اعرف شنو هواي. فانت لازم تختار السي تي، ليش؟ السي تي هو اللي راح يسوي لك الستيجنج. قبل شويه حفظت انا وياكم هذا التقسيمه او المراحل او سيفيريتي مالت المرض، تقدر انت يعني تلقفه عن طريق السي تي. ليش؟ لان السي تي يا طلاب يعني واي الكوز، شنو السبب مالته؟ يقول لك لأنه راح يطلع لك الرينال هايلام، راح يطلع لك هاي الهايلام اللي هي الفتحة بالبداية على الكدني، أوكي، اللي هنا صارت لك، ويطلع لك البرينفروتيك سبيس، المناطق اللي داير مدايرها، أوكي، إضافة أن يطلع لك الرينال فين، الفينات الموجودة، الانفيرير فينا كافا، هذا اللي قلنا يروح على الدايفرام ما أعرف شنو، يروح لك على الرايت أثريوم، هاي سوالف. أوكي، بعد شي يطلع لك، يطلع لك الريجنال ليف نود، هذين كل الأشياء إذا شفتهن وإذا واصف فأنت تعرف يعني أنا لما يوصلني للليف نود فهذا شنو معناته؟ فهذا معناته إنه أنا أنطي أنوان. أوكي، مثلا إذا وصلني الانفيرير فينا كافا وما عبر لي الدايفرام فهذا أنطي مثلا البي 3B، إذا عبر لي أنطي 3C وهكذا. جاي تفهم شلون؟ زين يقول لك typical finding of the
renal cell carcinoma in the CT is that must become enhanced with use. يعني تتعززه باستخدام الكونتراست ميديا. فهسه خلينا نرجع نحفظ النسوية اللي قريناها هذين السلايدين. كل شيء ما بهن سهلات. انتبه لي. أول شاء الله أنت عندك هذا التيومر جريدين تقدر تسويه على مستوى الفورمان، ما أعرف شنو هذا السوالف، عن طريق النيوكليار سايز والنيوكليار بروميننت، أوكي، والميتاستاسيس بصورة عامة. مهم تبه لنا على الساين والسمتوم. قلنا احنا من اهم الاشياء اللي ما ممكن انت تنساها الهيماتيوريا، مثلا يصير عنده الم بالخاصره، بالبل ماس بنسبه 7 على 10%، يصير عندك هيماتيوريا، ديسنيا وكف وبون، هذا معناته انه هو جاي يسوي لك ميتاستاسيس، او يجيك سيمتوماتيك بنسبه 50% تكتشفه انسيدنتالي. اوكي اوكي زين. عندنا في شغله سندروم جدا مهمه اللي هي بارانيوبلاستيك سندروم، اللي هي راح يزيد مستوى الاريثروسايت، راح يزيد مستوى الهايبركاليميا، راح يزيد مستوى الضغط، راح يصير عندك الاستفر سيندروم اللي هي الاستفر هاي اللي يصير لك على مستوى الكدني. اوكي وكل واحده شرحنا الكوز مالتها. اللاب دايجنوستس قلنا هاي تشكنا ما حلو ايش بيها، يصير عنده انيميا ويصير عنده هيماتيوريا، بعد شي يصير عنده، يصير عنده الاي اس ار يرتفع. اوكي الالترا ساوند يابا هو جدا مهم وكذا وحار ومكسب ورخيص وكذا، و98% من الحالات ممكن نكتشفه ويفيدنا، يفيد انه يطلع لي هو عباره عن سيست لو لا والله صار لك تيومر. اوكي والسي تي قلنا اول شغله هو احسن من الالترا ساوند، وقلنا انه هو يفيدك بالكونتراست ميديا. اوكي وزين ويسوي لك ستيجنج، ليش؟ لان راح يدور يشوف لك المناطق الدائمه، يشوف لك الليمف نود، يشوف لك فين كافا رينال فيلا رينال عفوا فين رينال هايلاند بيرينفروتيك سبيس. اوكي لما انت تريد تعزز استخدم لك كونتراست ميديا ويا سي تي تطلع لك الصوره بيرفكت. اوكي هنا بعد يا طلاب شنو عندك؟ الرينال انجيوغراف. رينال انجيوغراف تذكرون الانجيوغراف اللي كنا نستخدمه هاي بال ام اي مايوكارديوم انفراكشن. اوكي لما نسوي له قسطره البي سي اي شلون يدخلونه وهذه وهذه سوالف يعني نقاريهن. المهم فهنا يا طلاب شنو الانجيوغراف؟ يعني راح يطلع لك صوره للاوعيه الدمويه مالات منو؟ مالات الرينال. يقول لك the rule for the diagnosis evaluation renal cell carcinoma at marked diminish remain only few situation of the renal renal cell carcinoma single kidney when the attempt to perform the partial nephrotectomy. يعني يقول لك يا طلاب هذا الشيء ما جاي يستخدموه هسه حاليا وقل. اوكي ويقدرون يستخدموه لما انت عندك single kidney. اوكي او تريد تسوي لها نفراكتومي، تريد يعني تشوف التغذيه مالتها يعني مالت الاوعيه الدمويه اللي جاي توصل لك للكدني، جاي توصل لك دم، دم وين جاي يوقف، مثلا وقف لك بمنطقه معينه معناته التيومر واصل لك بكذا منطقه وهكذا. اوكي زين الراديو نيوكليتيد ايمج يا طلاب هذا يحدد لك البون ميتاستاسيس. قلت لكم يعني هو مو هذا جسم الانسان. اوكي راح يكون عباره عن هيجي طقع مثلا هنا، فهذا معناته الميتاستاسيس منتشر لك للبون. دخيل الله ده هذا جسم الانسان. المهم زين بعد شنو عندك؟ عندك الام ار اي. الام ار اي يا طلاب يعني هذا جدا متطور. اوكي يقول لك هم يعني يفيدك للستيجنج حاله حال السي تي. اوكي يقول لك شلون يعني انت لما سويت السي تي سويتها للستيجنج مالت البي سي ار اتس برايمري ادفانتج ان ايفالويشن ذا بيشنت وذ ذا سبكتد فاسكولار اكستنشن اكستنشن ام ار اي superior to the CT assist the inferior vena cava involvement and doesn't require. يعني يقول لك يا طلاب انت شلون من كنت تحكي وتقول على CT يفيدك بالستيجنج. اوكي اوكي يقول لك الام ار اي هم تاني يفيدك، يفيدك تشوف الانفيرير فينا كافا، يشوف على مستوى الاوعيه الدمويه اللي صاير بها اكستنشن وما صاير بها اكستنشن، بس الفائده شنو بالام ار اي؟ ليش احنا رجحناه على CT؟ يقول لك لان انت ما تستخدم له كونتراست ميديا. يعني بعض الاشخاص يا طلاب ما تقدر تستخدمه كونتراست ميديا لان يكون عندهم حساسيه من عندها، وهذا الشيء احنا حكيناه في محاضرات البدايه. اوكي فاذا انت لا 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 تعرضه للكونتراست ميديا ولا تعرضه الى الاينازيد راديشن، فاذا هذا بيرفكت كلش تمام. اوكي زين يعني تحسون معلومات معاده لان احنا سبقوا انه ماخذين. اوكي بعد شنو عندك؟ عندك الفاين نيدل اسبيريشن. اوكي يقول لك هذا شنو diagnosis approach choice of the patient. هذا يعني شوية تبهولة يعني ممكن انه يجينا كسؤال فخلوا بالكم يما شوية.
انتبهوا يعني، يقول لك يا طلاب انت وين تستخدم هذا الفاين نيدل اسبيريشن؟ حي الله ياهل اجت تستخدم له فاين نيدل اسبيريشن، يقول لك لا. وين؟ اول شغله البيشنت اللي هو عنده ميتاستاسيس ديزيز، منتشر المرض تمام، وهو ما جاي يستجاب لك للسيرجيكال ثيرابي، فانت راح تاخذ تسوي له اسبيريشن حتى تفتهم السالفه والقصه مالته. اوكي زين. Establishing diagnosis in the patient who is not surgical، يعني تشوفه يا طلاب تقيم أو تدقنز البيشنت اللي هو ما يريد مثلا يخضع على عملية جراحية. أوكي يعني هنا مثلا البيشنت تأكدنا من عنده أنه هو عنده ميتاستاسيس بس ما نقدر نسوي له عملية، فنسوي له هذا الفاين نيدل اسبيريشن. هنا دقنزنا أوكي، بس هو ما مثلا ما ترهم أنه نسوي له عملية جراحية. أوكي يعني طلاب الحكي بيناتنا لما ما ترهم عملية جراحية surgical therapy اتسوي فاين نيدل اسبيريشن. بين وبينكم الحكي يقول لك differentiated primary renal cell carcinoma from the renal metastasis in a patient who known primary cancer of the non-renal. ها يقول لك يا طلاب انت راح تفرق بين renal cell carcinoma اللي هو جايني من renal metastasis in the patient مثلا عنده هو primary cancer. انت تفرق مثلا يابا انت اليوم جاك شخص عنده رينال كانسر، اوكي انت هنا لازم تكتشف انه هو هذا الرينال كانسر جايتك من الرينال نفسها لو جايك من مكان ثاني ومنتشر الى الرينال. اوكي هذا شلون تعرفه؟ عن طريق الفاين نيدل اسبيريشن ديفرنشيشن. اوكي اضافه الى شنو بعد؟ ايفالويشن سم راديوغرافيكال. يعني يا طلاب يعني قصدي يا طلاب انه انت تقيم بعض الليجن اللي مثلا ما محددين احنا شعاعيا مسبقا بالراديولوجيكال. اذا هذني اربع نقاط شو اخلي نبالك كمهن انتبهوا لهن حبايب. اوكي من مال الاشخاص اللي نسوي لهم فاين نيدل اسبيريشن. زين عندك الديفرنشال دايجنوسيس، استشجاك شخص عنده قال لك اني صار عندي هيماتيورا، صار عندي فرانك بين كذا، حكالك هواي امور، شنو الشيء اللي يثبت انه هذا عنده رينال يعني كانسر كدني كانسر؟ شنو الاشياء اللي تثبت؟ فخلي نشوف شنو الديفرنشال دايجنوسيس الاخرى حتى نسوي لها اكسكلوسيف ونقتصر فقط على الرينال. يقول لك the greater majority of the renal mass are simple renal cyst، يعني يقول لك غالبيه الاشخاص اللي يجون انت سويت له بالبيشن سويت له اكزامينيشن وكذا شفت رينال ماس، ها شنو هاي على الرينال لقيت ماس، يا وش القصه؟ هذا عنده كانسر؟ يقول لك الغالبيه العظمى من عندهم هم عندهم رينال سيست، مجرد هاي السيست اللي حكيناها بالبدايه اكياس. زين او ممكن يكون عندهم رينال ابسس، ابسس يعني خراج. اوكي maybe strong suspected with the patient. هذول عاده يا طلاب هذا لما يجي شخص عنده ابسس هذا دائما عبالهم عنده كانسر. ليش؟ خصوصا اذا اجى عنده فيفر، عنده فلانك بين، عنده بايوريا، عنده ليكوسايتوسيس تمام. فهذولا حتى حلل الاشكال واني مات وش اسوي له؟ اسوي له فاين نيدل اسبيريشن، هي تحل القضيه، اسوي له فاين نيدل اسبيريشن واشوف هذا يابا ابسس لا مو ابسس تمام يعني. فهذا اللي ديفرنشال دايجنوستس. بعد شو يقول لك؟ يقول لك اذر بيناي رينال ماس، يجوز اوكي هي رينال يعني كدني كانسر، بس احنا الكانسر يا طلاب نعرف انه انا عندي بيناين وعندي مالجنت. اوكي فيجوز هو بيناين. اوكي مثال على ذلك الجرانيولوما او يعني مثلا انواع اخرى من البناين تمام، او مثلا عندك الاتيريوفينوس مال فورميشن الى اخره. المهم يقول لك الرينال لينفوما او عندك الترانزيت هذا كان عفوا الترانزيشنال سيل كانسر او مثلا او ذا بيلفيك رينال ادرينال كانسر اند ميتاستاتيك ديزيز موست كومونلي فورم اوف ذا لانج اند بريست. يعني يقول لك يا طلاب مثلا انت حتى يعني يجوز مثلا يطلع لك رينال لينفوما او يجوز مثلا يطلع لك ادرينال كانسر او ميتاستاتيك ديزيز جايك من اللانج الى البريست الى اخره من هذه الامور تمام. فيعني هواي مثلا هسه نقدر احنا نعدد بعد 2 3 4 بس هذا المختصر عليه بالمحاضره. اوكي فاذا هسه هذا السلايد اذا نريد نشوف شنو الاشياء اللي حفظناها هنا هذاك كملناه. قلنا يابا ممكن انه تسوي له الان جي او، هذا الان جي او جراف. اوكي وقلنا انه
تسوي هذا الراديو انيوكلياس هذا يكتشف لك البون ميتاستاسيس، والام ار اي يفيدك لانه هو لا بي كونتراست ولا بي راديشن. اوكي، والفاين نيدل اسبيريشن عرفناهم اربع اشخاص نقدر نسوي لهم ديفرنشال دايجنوستس، قلنا ممكن رينال ماس، قلنا هذا الرينال ماس عاده يكون سيست، ممكن رينال ابسس، ممكن يصير عندك مثلا بيناين، ممكن لمفوما الاخر من هذه الامور. هسه نجي على التريتمنت تقريبا، هو ما بقى لنا يعني اخر كم سلايد من المحاضره اخر سلايد. زين التريتمنت يا طلاب، اول شغله شو يقول لك؟ يقول لك لوكالايز ديزيز، يعني ديزيز مقتصر لك بس على شنو؟ بس على يعني على الرينال. يقول لك يا طلاب ممكن انه انت تسوي شنو؟ سيرجيكال ريموفمنت اوف ذا ايرلي ستيج ليجن ريمين ذا اونلي يعني potential curative therapy okay available for the BCC patient. يعني يا طلاب إذا أنت عندك تيومر بعد بالبداية مو كلش كبيرة وكذا، سوي له سيرجري وشيل هذا التيومر وفضل السالفة. أوكي زين، أو ممكن نسوي radical nephrectomy تمام the primary treatment for the localized من RCC. يعني يقول لك يا طلاب ممكن تسوي له نفراكتومي، يعني ممكن انه مو تشيل بس التيومر، لا تشيل جزء من النفرونه في سبيل انه انت تحافظ على ما تبقى منها. زين، او مثلا عندك يا طلاب راديكال نفراكتومي انتلايز ريموفال اوف ذا كيدني اند انفولف، يعني طلاب ممكن يقول لك شنو؟ انت بالسيرجري تدخل العمليه شو تسوي؟ تشيل هذا الجيروته، تشيل الجيروت اللي داير مدايرها مثلا الجوز هي واصل. احنا مو قلنا بالستيجات لما عددناها، ممكن اكو ستيجات تصل لك الجيروت فيشرال ادرينال جلاند اللي هو الستيج الرابع. اوكي فهذا يا طلاب ممكن انه تدخل بالعمليه تشيل جزء من النفرونه، يعني انت ما قصدك ترى تشيل النفرونه هي نفسيتها، لا انت قصدك تشيل التيومر بس هو بعد مسوي لك انفيت وكذا، فانت ما عندك صوره حل الا تشيل. ممكن تشيل وياها هاي الفيشه مالت الجيروت همتين تمام، ممكن انكلود وتتضمن لك ابسيلاترال ادرينال، لان احنا قلنا الجيروتو والادرينال سواء ثاني صرا بروكسيمال وان هاف اوف ذا يوريتر، جزء من اليوريتر لان هي مو هاي الكدني، مو هاي الكدني وهذا اليوريتر منه، ممكن هذا البروكسيمال بارت الجزء القريب منه ما تنشيله، والليف نود اللي موجوده لك بهاي المنطقه تمام، والرين والترانسكشن والرينال الفزل ترانسكشن، يعني مثلا ما انت عندك هذا الوعاء الدموي، ايش طلعت هاي السالفه شو بعوار، ما عندك انت هسه هذا وعاء دموي، ممكن انه تشيل جزء مثلا منه وتشيل جزء منه، هذا الجزء اللي صاير لك بيه تيومر توخره وترجع تربطه تسوي. اوكي فاذا هسه السيرجري بصوره عامه شو تسوي؟ اذا كان هو صغير وتقدر تشيله شيله، اذا لا والله مسوي لك انفيزيف يعني هاي المنطقه هاماتين شيله مو مشكله، او مثلا لا والله مسوي لك على الفيشل جيروتا اوكي، والمناطق الدائرة مدائرها قلنا البروكسيمال هاف مالتيوريتر ليمف نود ترانسكشن سوي الرينال فيزل ادرينال ابسيلاترا الى اخره من هذه الامور. اوكي زين، يقول لك يا طلاب زين انت هسه اوكي قلنا تشيل وكذا وهاي السوالف افتهمناها، زين شلون تشيل؟ يابا عادي ما بيها شيء، يعني افتح فتحة وشيلة. زين هاي الفتحة وين؟ هسه راح احكي لك على الفتحة شوية. يقول لك الفتحة اللي ممكن انه تفتحها وتدخل بالعملية حتى تشيل هذين الأجزاء اللي حكينا بيهم various open incision provide optimal access for radical nephrectomy include مثلا عندك شنو؟ عندك مثلا الانتيرير subcostal، منطقة الانتيرير على subcostal منه ومنه ممكن ان انت تفتحها منه ومنه. اوكي زين، يصيحوا لها unilateral جفرون. اوكي او مثلا ثوراكا ابدومين انسيجن منه هاي منطقه الثوراسيك والابدومين منه تفتحها وشوف هاي الكدني شلون قعدت لك هنا مرتبه الصوره كلش حلوه طوع عليها وانت فتحتها منه هاي المنطقه فتحتها. اوكي بعد شنو؟ او مثلا بالميدلاين بالمنتصف او منطقه الفلانك على الخاصره تفتحها منه على الخاصره. اوكي هاي المناطق اللي ممكن انت من خلالها حتى تقدر توصل الى. زين يقول لك pre-operative renal artery embolization
angio infraction can be preoperative to facilitate the radical nephrectomy but used limited in the patient with the very large tumor. هنا شنو قصده؟ يعني قصده يا طلاب انت مثلا عندك ال يعني انت تريد تسوي عملية على مستوى الكلية، اوكي؟ زين هاي الكلية مو بها artery وبها vein وهالسوالف، فانت هذا الارتري شو راح اسوي له؟ راح اسوي له embolization كأنه هذا الارتري تيجي تسده، تسد البلد فلو مالته طبعا عن طريق كاثيتر يعني مقسطر وكذا وتسده. هذا يا طلاب يفيدك انه انت تقدر تشيل النفركتومي براحتك، يعني او العفو تقدر تسوي شنو تشيل النفركتومي يعني مصطلحات هالشي، اقصد تقدر تشيل التيومر النفرون براحتك، اوكي؟ زين وخصوصا لما انت عندك فيري لارج تيومر فممكن ما يعني يعني هذا طلاب الرينال ارتري تر كبير وجوز ما تسيطر عليه وكذا، فتعقده يعني مثل ما نقول انت عقده، اوكي، وتشتغل بيها. زين اللابروسكوبيكال سيرجري يا طلاب از ذا ريكفري فروم ذا لابروسكوبي، احنا نعرفه يا طلاب هذا اللابروسكوبي خلال شو يقول لك؟ خلال 3 أسابيع انت امورك تصير تمام، تقدر تطلع، اوكي. سوبر لوست فروم ذا سمولر سكان ذان ذا، يعني يا طلاب يكون حتى السكار اللي انت تسوي باللابروسكوبي هم ترى راح يكون قليل، تمام؟ زين يقول لك and now the approach of the choice is appropriate patient. لا هم تاني يا طلاب قالوا انه اللابروسكوبي احنا نسويه للبيشن اللي عنده تيومر اقل من 10 سنتيمتر، تمام؟ and without local excision of the renal vein involvement or the cava involvement، يعني لا راحت لك للرينال ولا الكافا involvement. زين زين هسه عندنا فد عملية ثانية، شي صحولها يصحولها النفرون سبيرينج سيرجري. شنو النفرون سبيرينج سيرجري يا طلاب؟ هاي شوفوها، يعني هيك راح تشيل انت جزء من النفرونه وتوخ، يعني هو هذا التيومر موجود هنا حتشيله وتوخره وتدور ترجع تسد الكلية. شو يقول لك؟ يقول لك consider for the patient with the localized tumor إذا كان أقل من 4 سنتيم، يعني هذا الأول واحد وأي، أوكي يلا تقدر تسويها. anatomical and functional solidary kidney and the patient with the contralateral kidney affected by the condition that may impair renal function in future. يعني يقول لك يا طلاب إذا كان هي هذه الكدني مالت الشخص anatomical and functional والcontralateral هم ماتين مالت متأثية، هذا مستقبلا ايش راح تبقى به؟ يعني راح تروح الوظيفة مالت الكدني تتدمر. Okay, it is involved partial nephrectomy with the resurgent as a much functional kidney tissue. يقول لك يا بي جزء من عندها راح نشيله والغالبية العظمى من التشو من الكدني مالت التشو راح نبقي، تمام؟ زين المينيمال انفيزيف سيرجري يا طلاب يقول لك use it in the patient who is not، يعني الأشخاص اللي ما نقدر نسوي لهم عملية minimal invasive surgery نسوي لهم. ابليجن يعني شيء شلون نقول مثل اللي يحرقون او يعني يلغون، هذا الابليجن يسووه اما بالهيت او بالكولد، اما بالحراره او بالبروده. هي بسبيشال نيدل يدخلوها عن طريق السكن وقايدت عن طريق السي تي ويسوون العمليه، يعني يموتوها هاي المنطقه يحرقوها او يثلي يعني يجمدوها، تمام؟ زين يقول لك اند الترا ساوند والدور يسوي لها انجيو امبلايزيشن. زين disseminated disease إذا المرض انتشر يا طلاب شو يقول لك؟ يقول لك تقريبا 30% من الأشخاص اللي عندهم renal cell carcinoma with present with the advanced disease. زين metastatic يعني لما يصير الانتشار has a natural history of the typical aggravative and rapidly progressive. طلاب يقول لك ممكن يعيشون لمدة 5 سنوات أقل بس 10% لما يصير عندهم renal cell carcinoma، فيعني السالفة ما يوصل، هذا اللي أريدك تعرف ليه، تمام؟ نقول لك تقريبا 30 من الأشخاص اللي عندهم رينال سيل كارسينوما هذول شوية مالتهم المرض متطور يعني. زين بعد يقول لك السيرجري أنت شنو تقدر تسويها؟ أول شغلة فور مانجمنت بيشنت اللي عندهم سفير هيمورج، تمام، وعندهم ألم مستمر، هذول سوي لهم سيرجري. الأشخاص لما يجون عندك عندك سوليدتري ميتستاتيك خصوصا باللانج أو ما يقدرون يسوون سيرجري، تمام، ريسكشن maybe consider for the combination nephrectomy and removal metastatic foci، نشيله يعني مثلا metastatic بس رايح لك بس المنطقة واحدة، فهذا ممكن انه تسوي له عملية، تمام، يعني ممكن انه يتعالج بعملية هو يعني بالكدني وراح لك لللانج، اوكي سويه بالكدني وسويه همتين باللانج مو مشكلة. زين
النفروكتوميات ولا in a present of the metastatic metastatic disease before the immunotherapy. ممكن انه يعني قبل ما تسوي الاميونوثيرابي ممكن انه تحاول بعملية ما فادك يعني سوي له غير امور. زين عندنا الراديشن ثيرابي يا طلاب، هذه هماتين يفيدك affected palliation for the metastatic disease in the brain, bone, lung reported up to 2/3 of the patient. طلاب البايليشن او البالاتيف يعني اللي هو المسكنات، يعني هذا توصل للبراين بعد يعني ما يرهم لا علاج ولا شيء، وانتشر بأكثر مكان وكل جسمه صار بكانسر، هذا يعني تعذب انت اذا تنطي علاجات بعد وكذا. فايش راح تسوي له مثلا؟ تنطي أدوية اللي هو هذا، يمكن سمعت قبل فترة يقولون إنه كفرع منفتح حاليا جديد يعني من الاختصاصات، إنه مختصين إنه بس يسكنون الآلام باليتيف يعني، أوكي، خصوصا للآلام هاي اللي منتشرة بأكثر منطقة، يعني هو للبراين وللبون ولا هذا شيء يفيده بعد، أوكي. ممكن إنه نسوي له راديشن كباليتيف يعني حتى لحد ما إنه يعني الله ياخذ عمانته. زين biological response modifier يعني مثلا مواد بيولوجية انت شوية تسوي عليها تعديلات وتطيها ممكن تمشي حال. زين more recent يعني حاليا قالوا انه اكو هذا recommended interferon alpha، recommended interferon alpha لقوا بنتيجة لما ينطوا للناس. اضافة الى هذا recommended alpha يا طلاب يعني بفيروس دوز، يعني مثلا واحد يحتاج دوز عالي واحد يحتاج دوز ناصية، اوكي، اوفرول الريسبونس مالته من 10 إلى 15% يعني يستجابون، يعني من كل 100 واحد 15 إلى 10 إلى 15 واحد ممكن لما تعطي انت هذا الريكومندد انترفيرون الفا اللي هو عباره عن يعني ماده وتسوي عليها تعديلات، اوكي، ممكن انه تفيده يعني تخلص من الكانسر. زين تارجت مولكيولر ايجنت، هذا التارجت مولكيولر ايجنت يا طلاب اللي هي شنو؟ هي هذه الدراجات، هاي الدراجات تقدر انه تسد لك التحول مالت أو النمو مالت الكانسر، تجي تثبط الكانسر، تمام؟ يقول لك antagonist of the vascular endothelial growth factor pathway، تمام؟ هذا الجروث اللي جاي يصير لك هي راح تثبطه. inhibition، شوف انتبه لي، inhibition the mammalian target of the rifampicin، يعني يا طلاب وظيفتها بصورة عامة هسا عوفك من هذا، ما أريدك تحفظ لي، أريدك بس تقول يا لما يسألك واحد شنو معنى target molecular agent؟ يعني معناته مادة تقفل لي هذا الجروث مالت الكانسر، ها هي، تمام؟ بس اقرأ يعني شنو ما يكون بيه. زين البروجنوسيس يا طلاب شو يقول لك؟ يقول لك 5 سنوات يقدر يعيش البيشنت اللي هو من تي 1 الى تي 2، هذول نسبتهم 80 إلى 100% يعني تقريبا ممكن انه يعيشون 5 سنوات. الستيج 3 هذول ممكن يعيشون 5 سنوات نسبتهم بس من 50 إلى 60%. أهل الميتاستاز ديزيز هذول يا طلاب يعيشون بس 16-32% ممكن يعيشون 5 سنوات. فإذا أنت عندك التي 1 والتي 2 دين صديقات، وعندك التي 3 وعندك التي 4، أوكي، مدة العيش 5 سنوات، أوكي، أول واحد هذا يعيش لك من 80 إلى 100، والثاني يعيش لك من 50 إلى 60%، والثالث يعيش لك من 16 إلى 32%. ها هي؟ بعد هسه يا طلاب راح يحكي لك، يشوف الاشياء بسيطه، هاي خلصنا احنا المحاضره، راح يحكي لك على البناين تيومر. صار لك ساعه تحكي لي على الكارسينوما وكذا، احكي لنا على البناين شويه، خلي نشوفه. يقول لك عندك رينال ادينوما، مو ادينو كارسينوما، ادينوما، اوكي، ماكو كانسر بالموضوع. يقول لك ذا ادينوما از ذا موست كومن بناين رينال بلانكايمر ليجن، هو اكثر نوع شائع. زين هو سمول ويل ديفايند يعني محدد جيدا، جلانديولار، اوكي، غدي، اوف ذا رينال كورتكس، بالكورتكس. زين ذا ار تيبيكال اسيمتوماتيك اند يوجوالي ايدنتيفاي انسيدنتالي، يعني هو ما يجي شخص عنده اي اعراض ونكتشفه صدفه، اوكي. زين عندك النوع الثاني اللي اسمه الرينال الانكوسايتوما، رينال انكوسايتوما يا طلاب شو يقول لك؟ يقول لك رينال انكوسايتوما has a spectrum of the behavior ranged from the benign to the malignant، يعني لا هو بناين على وجه ولا هو مالجنت على وجه، لا منه منه، اوكي. هذا الانكوسايتوسيس يا طلاب يعني على مستوى الخلايا تقريبا من 3 إلى 5% من الرينال تيومر هو راح يكون انكوسايتوما. يعني انت مو عندك الرينال تيومر، مو عندك الرينال
تيومر، اوكي. هذول من هذا الرينال تيومر كله من الادينو والبناين وكذا، وهاي نسبه 3 إلى 5 هو هذا اللي هو رينال انكوسايتوما يسحوله. زين الدايجنوسيس مالته يا طلاب يعتمد لك على البريدومينت باثولوجيكال بيكوز ذير از نو ريلايبل ديستينكويش كلينيكال كاركترستيك. يعني يا طلاب انت ما عندك كلينيكال يعني كلينيكال كاركترستيك حتى تقدر تميزه، اوكي. زين بعد شو يقول لك؟ عندك النوع الاخير اللي هو الانجيومايو لايبوما. يعني شوف الانجيو يعني اوعيه دمويه، المايو يعني عضلات، يعني لايبوما يعني معناته دهن، اوكي. ف الاوعيه الدمويه مالت هذني العضلات. يقول لك يصحوا للرينال هامرتوما، اوكي. هذا مستقبل ان شاء الله راح ناخذه بالتفصيل، شويه معقد هذا، فهم زين ما كاتب لنا عنه هو. الانجيومايولايوما يا طلاب هو بناية تيومر اوف ذا كدني، مو مثل هذا الانكوسايتوما شويه بناية شويه من الجنيت وكذا. زين هذا تقريبا يقول لك فاوند ابروكسيمتلي من 45 إلى 80% بيشنت وذ ذا تيوبركس سكلروسيس، اللي هو هذا يا طلاب اللي هو عباره عن يعني هو رير تيومر عاده. هذا سهولة تصلب الحدب، يمكن هيك بالعربي ترجمت على ما اعتقد، يصير بالبرين ويصير لك بالانذر يعني part of the body، اوكي. بس هو بلش لك بالبرين. زين typically bilateral and asymptomatic hematologic. يقول لك patient with a lesion اقل من 4 او اكثر العفو من 4 سنتيم with moderate or severe symptom اللي هن bleeding or pain sudden undergo renal spring surgery surgery عفوا or renal artery embolization، اوكي. هاي حكيناها فوق. فيعني لنخصت محاضرة مالتنا، محاضرة يعني كانت خفيفة لطيفة ظريفة، هي بس شوية يعني نوعا ما بها طول. إن شاء الله يا رب تكون واضحة، وحاولت شوية أفيدكم باللي أقدر عليه. وألتمس منكم العذر مقدما إذا أخطأت في شيء، ويا رب كل التوفيق. شكرا جزيلا.